يا بطاجي انا قلبي معاك، تعتب علي وبترجاك. يا بطاجي انا قلبي معاك، تعتب علي وبترجاك. ومن شباك لتاني شباك اركض وراك، اركض وراك يا بطاجي. مالي الهوى وشاكينا، والحب مايل علينا. مالي الهوى وشاكينا، والحب مايل علينا. لو يا حبيبي وانت حبيبي، لو يا حبيبي وانت حبيبي، تاخدني معاك. يا بطاجي انا قلبي معاك، تعتب علي وبترجاك. يا بطاجي انا قلبي معاك، تعتب علي وبترجاك. ومن شباك لتاني شباك اركض وراك، اركض وراك يا بطاجية. اهلا بيكم في حلقة جديدة، ونستمر تاني مع اغنية يا بطاجية انا قلبي معاك. انا متأكد ان في ناس راحت حملت الملفات، وناس ابتدت تجرب مع السولو عشان تعمله من اي مكان على الجيتار. ممكن اعمله انا بجيتار كلاسيك، ممكن اعمله بجيتار كلاسيك، وممكن اعمله بجيتار اكوستيك، وممكن اعمله بجيتار الكتريك. في الاغنية انا عامله بجيتار الكتريك عشان حاطط فيه نوع من انواع الديستورشن، بيدي امتداد للسول شوية، ولكن انا ممكن اعمله على الجيتار الكلاسيك عادي جدا، او الاكوستيك عادي جدا، مفيهوش اي مشكلة. اولا لازم نعرف الاغنية من سلم ايه، دوت هيسهل علينا جدا السولو بتاعنا. الاغنية من سلم جي ميجر او سول ماجير. سول ماجير فيها علامة تحويل واحدة بس، اللي هي الفا دييز. طيب انا هعمل سول ماجير ازاي؟ انا ممكن اعمله من اوضاع كتير قوي، ممكن اعمله بالوضع دوت. فالصباع الاولاني على الخانة التالتة، التاني على الخانة الخامسة، دي واحد تلاتة، يعني بتحرك اسيب خانة واعمل خانة، فيبقى واحد خمسة تلاتة خمسة سبعة. الوتر اللي تحتيه تلاتة خمسة سبعة، الوتر اللي تحتيه اربعة خمسة سبعة، الوتر اللي تحتيه اربعة خمسة سبعة. سهلة قوي البوزيشن ده، تلاتة خمسة سبعة، تلاتة خمسة سبعة، اربعة خمسة سبعة، اربعة خمسة سبعة، خمسة سبعة تمانية، وتحتي خمسة سبعة تمانية. فانا كده عملت الوضع دوت. وفي وضع تاني انا هتحرك عليه برضو. الوضع دوت ان انا ببقى من الخانة النمرة سبعة، الصباع الاولاني والتاني والرابع هيشتغلوا، ومن الوتر التاني هيبقى الصباع الاولاني والتاني والرابع، والصباع الوتر التالت هيبقى واحد تلاتة بس، يبقى واحد تلاتة، واحد اتنين اربعة، واحد اتنين اربعة. اعمل بقى الوضع دوت في الاغنية بتاعتي، في الريف بتاعتي. الريف بتاعتي بتبدأ من ري، هي الاغنية من سلم سول ماجير، بس هو اختار الري الخمسة بتاعت السلم عشان يبدأ منها السولو. ودي حاجة برضو مهمة، الناس اللي بتسألني اما اجي اعمل امبروفيزيشن واجي اعمل سولوهات واجي الف مزيكا، لازم سلم دو ماجير ابدأ بنوتة الدو؟ لا، مش شرط تبدأ بنوتة الدو وانت بتعمل سولو. انت ممكن تبدأ بالرابعة تديك احساس تاني، ممكن ابدأ بالخمسة تديك احساس تالت. اللي بيسموها دي المودز، انك تبدا السلم الميجر من نوت مختلفه. فهو هنا اتحرك على السلم بتاع بيسموه ميكسوليديان. ميكسوليديان يعني بيبدا من الخانه الخامسه لخانات او نوت السلم الميجر. هو بداوا من الري، ف 3 1 3 4
ببدأ من ري اللي هي في تالت وتر، تلاتة أربعة واحد، نازل أنا في بوكس، نفس البوكس على الله في الخانة الخامسة. يبقى أنا أبدأ من التلاتة هنا على الري اللي هي على تالت وتر، وبالرابع تلاتة تاني، هسيب لك التاب بتاعتها طبعا على الصفحة بتاعتنا بتاعت الفيسبوك علشان الناس تحمل التاب وتحمل الشيت بتاع الكوردات ويقدروا يعملوا الأغنية حتى لو نسيوها بعد شهور، يعني يرجعوا تاني للتابز ويرجعوا للشيت يبقى يقدر يعمل بيها الأغنية تاني. نبدأ تاني، دي أول جملة وبيكررها تاني بس بيغير نهايتها بس في الشطر التاني. هتحرك بإيدي هنا خانة بالكامل يعني نصين، واحد اتنين اربعة اتنين واحد، وبكرر الاتنين دي مرتين تا تا تا، وبعدين اربعة على الوتر التاني. وبعدين اخرها من الفاض يز للسول واحد اتنين، بتحرك على هما واحد اتنين اربعة اربعة اتنين واحد. كده خلصنا السولو، سهل جدا ان انا اعمله، فبعمله مع الخلفية بتاعتي بتاعت الاغنية بتاعتها بتاعت السولو بالظبط. فبكده نبقى خلصنا الاغنية بحالها. طب اتدرب عليها ازاي؟ الاول حاول تمشي مع الكوردات مظبوط بالوزن بتاعها بالعد بتاعها بطيء الاول، وبعد كده تعمله سريع، وبعد كده تتمرن على السولو في الوقت. لو انت بتلعب الجيتار الالكتريك اللي هيبقى هو اللي بيعمل السولو في الاغنية، اعمل السولو في الاغنية. المطرب يخلي باله ان هو بيدخل قبل ما يبدأ العد بتاع المزورة، يعني يا بطاجية، يعني فلازم العد الاولاني يا بط 1 2 3 يا بطاجي 2 3 1 2 3 يا بطاجي انا قلبي معاك. حاول دايما تحس بالمزورة وانت بتعزف الايقاع بتاعك، يا بطاجي قلبي معاك. لو تلاحظ دايما بداية المزورة فيها اكسنت، فيها قوة شوية، يا بطاجي انا قلبي معاك تعتب علي وبترجى. ده بقى فهم الموسيقى، فهم الديناميكية بتاعت اللحن نفسه، انك انت تفهم ان اول المزورة دايما في الاربعة من اربعة بيبقى قوي، تاني عد ضعيف، تالت عد متوسط، رابع عد اضعف من الضعيف الاولاني. ف ده في السولو او في العد بتاع الكوردات بتاعك لازم تحس بقوة المزورة فين والمناطق الضعيفة فيها. دي ليفل تاني بيخلي العزف بتاعك مش ميكانيكي، مش كله صوت واحد. بص الفرق بين دي بقى ودي، بكده نبقى خلصنا الغنوة. سمعوني بقى شغلكم، وسمعوني اللي عايز يغنيها حتى كمان يغنيها، الأغنية حلوة ولذيذة وخفيفة وتتغنى في 5 دقايق. واشوفكم الحلقة الجاية.